طيب قدامنا على الشاشه دي لقطه خاصه وحصريه الان في استاد القاهره، الكابتن محمود الخطيب حريص ان يكون متواجد مع اللاعبين من اول لحظه في استاد القاهره وقبل نزول اللاعبين للتدريبات. هذه اللقطات على الهواء مباشره من استاد القاهره الدولي، الكابتن محمود الخطيب حريص بنفسه يكون متواجد ومؤازر للاعبين. كابتن الخطيب عارف اهميه المرحله، اهميه المباراه، وجوده بيوصل رساله مهمه جدا للعيبه وللجهاز الفني وللجمهور. باذن الله ان شاء الله المشهد بكره يكون مشهد قرنفال رائع، نحتفل باذن الله بالانتصار. طبعا شايفين استاد القاهره بكره هتشوفوا شكل مختلف عن الشكل اللي كان موجود في الاستاد قبل كده، لان خلاص في اجتماعات تمت مع الاتحاد الدولي، مع الاتحاد الافريقي، مع النادي الاهلي. يحيى عطيه الله اهو مع الكابتن محمود الخطيب، كل لاعب حريص وهو نازل لارضيه الملعب. وجود رئيس النادي الاهلي وبحجم ومكانه الكابتن محمود الخطيب اكيد بيبقى ليها رساله ايجابيه جدا ورساله مهمه جدا. شايفين طبعا اللعيبه، كابتن محمد الشناوي بعد ما خرج من المؤتمر الصحفي بيجتمع اهو كلام سريع مع الكابتن محمود الخطيب قبل النزول للملعب. اللحظات اللي زي دي بتبقى لحظات تاريخيه، يعني عايز اعيشكم معايا في الحدث وانتم شايفين المشاهد اللي زي دي اكيد بتبقى مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، لانك قاعد في البيت ماسك الموبايل او فاتح التاب شغل السوشيال ميديا عايز تعرف ايه اللي بيحصل. انا عايشك في الحدث وهتبقى في قلب الاستاد وتشوف كل التفاصيل.